كده يعني. بس اكيد كنت بتفضفض مع اصحابك اكيد طبعا زمايلك اكيد هم ومنهم الكابتن حسين السيد اللي معانا على التليفون. طبعا صح؟ اخويا وحبيب. ايه ده؟ الو الو بتضحك على ايه يا كابتن؟ لا عم اسمع كلام بس الشيخ كان بيقعد يشتكي لك كان بيقعد يشتكي لك كابتن حسين السيد. احنا الاثنين بنقعد نشتكي لبعض صح؟ كنا بنقعد بص احنا كنا بنقعد نفضفض كتير بقى يجيب همه على همي يهمني واشيلها لك. كابتن هاني كل سنه طيب. كل سنه طيب يا حبيبي. طيب. عيد سعيد عليك وعلى العيله. كل سنه وانت طيب يا كابتن. كل سنه وانت طيب. انا خليك كابتن هاني. ربنا يخليك. يا مرض. ولما بتفتكروا الايام دي دلوقتي بتقعدوا تقولوا ايه؟ والله احنا الايام دي بتبقى مثلا بتبقى ذكرى يعني حتى لما بطل كوره بنقعد نفتكر الايام دي حاجه هي دي اللي بتتقلنا يعني ايامنا وذكرياتنا وحياتنا واللي عملناه في تاريخنا في الكوره. فالحاجات دي بتتقلنا يعني احسن حاجه في الكوره انك بتكسب صاحب بعد الكوره بتكسب صديق او اخ بيبقى معاك طول العمر. هي ده بحس المكسب اللي بقى الكبير يعني من الكوره. والشيخ ده اخويا وعشره عمري وبجد والله مش عشان قدام في برنامج كده بس هو اخويا واهلهم واهلي كلهم مبسوط ان ليه اخ زي الشيخ والله. حبيبي يا سحس انا مش هقطع فيك يعني بص بعد الكلام الحلو هقطع ولا هقطع بعد الكلام الحلو الكلام ده قالك بس خلاص انا قلت لا حسين يعني بجد هو قال حاجه فعلا يعني الكوره ممكن اصدقاء الكوره ما يكونوش كتير يعني يعني العدد بيكون قليل جدا لكن حسين مش بس صديق لا ده بجد اخويا واهلي يعني اهله هو اهله هو اهلي ويعني بجد يعني في علاقه بينا كبيره جدا وحتى كمان يعني مراتي صاحبه مراته جدا يعني في جو اسريه بالظبط يعني امي كمان امي بتحبه جدا يعني معتبراه والله بجد معتبراه بتدعي له يعني ما تدعي لي بجد والله العظيم يعني شفت لنا كابتن هاني قبل كده خلي بالك لا بجد فعلا عايزه مصلحتكم هتموته والله العظيم قبل كده قبل ما تعرفه هي مش عارفه ان حسين انا وحسين واحنا صغيرين نعرف بعض يعني واحنا في منتخب شمال الصعيد هو من المنيا وانا من بني سويف فكنا بنتقابل في تجمع بقى المنتخبات وكده فكنا اصحاب فلما كبرنا بقى وهو بيلعب في الاهلي وانا بلعب في المقص اول سنه ليا اول ماتش بين الاهلي في كوره كده على الخط ضربني ورحت واقع خدت فاول فراح وهو بيرجع هو قاصد راح داس على داس على دماغي والله العظيم يا كابتن كان هيعورني بس يعني كابتنين والله بس عشان حبيبي انا تقصد ولا ما تقصدش خلاص الموضوع عد بس قول الحقيقه تقصد ولا ما تقصدش تكذب لا والله العظيم يا كابتن كنت اتردت على طول كنت هضربه في دماغي يعني لا مش للدرجه دي مش للدرجه عادي مش هنسيء الظن بس فامي بقى طبعا يعني امي بقى انت عارف بتتفرج وشايفه ابنها بيتضرب قالت لي انا مسكت ودي هموته والله العظيم كابتن حسين وانت في المقصه كان كابتن احمد موجود ولا ما كانش لسه جه؟ لا ما كانش لسه جه ما كانش لسه جه بقى كان في سويف بعد كده لما انا رجعت النادي فهو كان بعدها على لا بس هو الشيخ بتمنى له كل التوفيق الفترة الجاية وفي بطولة افريقيا ان شاء الله يبقى من نصيبنا يا رب وتبقى بطولة كده باذن الله اول بطولة تبقى في تاريخه في بطولة القارة الافريقية دي ان شاء الله يعني احنا باذن الله قدها وقريبين منها ان شاء الله جدا جدا والفريق ان شاء الله باذن الله مستر فايلر احنا واثقين ان شاء الله تبقى البطوله بتاعت الاهلي باذن الله ان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق ترجع علينا بالسلامه يا سحس ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ربنا يبارك فيك حبيبي باذن الله كل سنه وانت طيب واسرتك طيبه يا حسين وان شاء الله ترجع بالف سلامه ان شاء الله بس ما شاء الله يعني القناه ما شاء الله حاجه جميله وحاجه تفرح والواحد فخور ان بيشوف حاجه جديده زي كده بالجمال ده والله تابعت الافتتاح ومنور الشاشه شفت كل حاجه والله بس ما شاء الله حاجه تفرح وحاجه بتليق بالنادي الاهلي طبعا والواحد فخور بالقناه زي دي بصراحه انت نورتنا وان شاء الله تشرفنا قريب نجوم كبار ان شاء الله لازم يجي ان شاء الله لازم تنورنا في بيتك الكبير يا كابتن طبعا 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 واتمنى لك كل التوفيق يا رب كده تبقى نجاح طيب يا رب ان شاء الله شكرا ليك يا كابتن طيب طيب ماشي يا ابو حميد وقفنا